المحامي إياد خلايلي سكرتير التجمع الوطني الديمقراطي. إسرائيل دولة الإرهاب والقمع الصهيوني تساوي العنصرية، شو هذا العنوان؟ أولا اليوم عنوان تظاهراتنا هذه هي وقفة مع إخوتنا أسرى الحرية في السجون الإسرائيلية الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على ظروف سجنهم. وقفتنا هذه ليست وقفة تضامن فقط لتحسين ظروف سجنهم، وإنما أيضا للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأسرى، وإن شاء الله سيكون الإفراج عنهم قريبا من خلال عملية التبادل أو من خلال أي عمل آخر يستطيعون فيها أن ينالون حريتهم. إن ما تقوم به إسرائيل في السجون الإسرائيلية من معاقبة الأسرى وتضييق على حياتهم والصعبة للغاية من غير ذلك يندرج ضمن حملة عنصرية شديدة تخوضها إسرائيل وحكومة إسرائيل ضد العرب في الداخل، ضد الشعب الفلسطيني عامة في الضفة وقطاع غزة. وسياستها العنصرية لا تختلف في غزة عن سياستها العنصرية في نابلس أو في رام الله أو في القدس أو في سخنين. فهذه السياسة هي سياسة واحدة، سياسة عنصرية تستهدف العرب الفلسطينيين أينما تواجدوا. نعم، شكرا لك. يعطيك العافية. محمود نصار. نعم. العراضي. نعم. الحدث اللي اليوم مع الأسرى. نعم. والمفروض إنه يكون تجاوبنا إله أكبر بكثير من اللي بنلاحظه اليوم. نعم. يعني التجمعات اللي فات على السجن بيعرف مدى المعاملات اللي في قلب السجون. نعم. اللي تحتاج إلى جهد كبير في الخارج وتضامن كثير. نعم. واللي نكون إحنا على قد المسؤولية بالنسبة للسجناء. الواقع إنه اليوم إحنا مش هيك. لكن الاتجاه الجماهير أنا شايفه بالاتجاه الصحيح. نعم. لكنه بعده ضعيف جدا. السجناء عم بيقاسوا في السجون مع انه هني سجناء أسرى حرية، مش سجناء سرقات ولا سجناء على قتل ولا سجناء على جرائم، انما هني سجناء سياسيين وكل واحد له رأيه السياسي وبقوله. والواقع انه بما انه سياسة الحكومة مش هيك بتحاول تحولين لمجرمين، علينا احنا العرب انه يكون رد فعل اخر، انه نوضح الامور، انه نتضامن معهم، انه نقف الى جانبين بالاعلام بالتظاهرات بكل ما يلزم. صحيح انه ولا واحد مننا يعني ولا حتى مجموعة ولا حزب معطي سجناء حقهم، ما همشينهم على جنب. الواقع انه لازم يكون غير هيك. انا بمبادرة شخصية عم بشتغل على توثيق الأسرى 48 من 48 لحد اليوم. نعم. وانا عم بلمس انه من خلال التعرف على هاي الناس انه هناك كثار اللي موجودين في السجن ظلم وعدوان. نعم. وهي الامور ما حدش عم بوضحها، المفروض انه الصحافه توضحها، المفروض انه احنا برضه نحكي للصحافه انه نوضحها. نعم. نوضحها. هناك احكام اللي صار لي 20 و25 سنه، فاهم علي، اللي فيش في العالم ولا في العالم في سجناء اللي بقعدوا بالسجون هاي الفتره، مش سجون اللي فيها نثقف السجين، انما في السجون اللي فيها احنا نقضي على شخصية السجن. نعم. فالوضع في الواقع انه الوضع مزري، الوضع مش منيح، واحنا بحاجة انه نتكاثف اكبر من هيك ونكون ونقدر نعبي الاعلام الفراغ والاعلام اللي نعطي اعلام صادق عن القضية هاي، ويكون عندنا معلومات اوسع عن كل سجين وسجين. الواقع احنا بالصدد هذا بشكل شخصي عم بالطريق عندنا أطار للإنترنت، أطار موقع إنترنت خاص بالسجناء يكون. نعم. هذا صحيح احنا مستنى تضامن السجناء، تضامن ذوي السجناء. نعم. تضامن اللي بيشعروا في قضية السجناء انه يكافحوا معنا، اللي نقدر نعمل اشي لمصلحة السجناء ان شاء الله.
شاء الله. وبتصور انه وبتامل انا من ذوي الشهداء ومن السجناء اللي فاتوا على السجن وبيعرفوا ايش معنى السجن انه يتجاوبوا بهذا الموضوع ونقدر ندعم قضيه الاسرى ومشاكل الاسرى ونقف الى جانب الاسرى اللي هن اولادنا بالاخر. شكرا لك. شكرا.